السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاسوب المكتبي. الحاسوب المكتبي بالإنجليزية هو عبارة عن ديسكتوب كمبيوتر. هو الحاسوب الذي يعمل عليه بشكل متوصل في مكان ثابت، خلافا للحاسوب المحمول والحاسوب النقال. قبل انتشار الواسع للمعالج الصغري، كان أي حاسوب يساع على مكتب يعتبر حاسوبا صغيرا جدا. حاليا يعطى هذا الاسم لأنواع محددة من صناديق الحاسوب، وإن هذه الصناديق تأتي بأحجام مختلفة، من أبراج طويلة إلى علب صغيرة يمكن وضعها خلف الشاشة. وإن هذه العبارة حاسوب مكتبي كان يقصد فيها صندوق الحاسوب الأفقي، وفي العادة تكون الشاشة فوقه لتوفير المكان. والحواسيب المكتبية الحالية تفصل بين صندوق الحاسوب ولوحة المفاتيح بدلا من أن تكون علبة واحدة مثل ما كان في الماضي. وهناك نوع خاص من الحواسيب المكتبية، وهو الحاسوب السينمائي الذي يحوي لوحة تحكم أمامية للتحكم بالصورة والصوت، يباع بشكل منفصل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.